على مدار 3 سنوات تنفذ مؤسسة صوت المجتمع في قطاع غزة والضفة الغربية برنامج الشباب لتعميق الحوار والتسامح والتصالح بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف الإسهام في بناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي يركز على العدالة والمساواة والتسامح، وهو أحد برامج المؤسسة المجتمعية والتنموية. الهدف العام للمشروع هو تقوية دور الشباب الفلسطيني في البحث عن السلام الاستراتيجي، سلام الهادف إلى نبذ العنف، إلى اعتماد ثقافة حل النزاعات والصراعات المبنية على أساس الحوار كأساس للتعايش مع الأطراف اللي موجودة في مجتمعنا الفلسطيني. أجت هاي الورشة بعد عدة ورشات قمناها مع مدربين محليين ولقاءات جماهيرية وإعلامية كمان على المستوى المحلي. اشتغلنا بجنين، نابلس، سول كرم، الخليل، وأجت هاي الورشة تتويج إنه نجيب مدربين من كوفنتري من بريطانيا لورشاتنا السابقة اللي قمنا فيها لإدارة حل النزاعات والصراعات في المجتمع المحلي الفلسطيني. يركز هذا البرنامج على دور الشباب الريادي من الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار القائمة على نشر ثقافة السلم الأهلية واللاعنف واحترام سيادة القانون والانفتاح على الحضارات الإنسانية والثقافات المتعددة. بالنسبة للمشاركة في هذه الدورة، هي تكمل لدورة سابقة بتحكي عن قضايا مهمة في مجتمعنا الفلسطيني، واللي بتحكي عن قضية نشر ثقافة السلم الأهلي والاجتماعي من خلال يعني أدوات حل النزاعات اللي إحنا بنعانيها كشعب فلسطيني في ظل وضع اقتصادي وسياسي يعني خلينا نقول لا يمكن أن يوصف. هاي الدورة راح نستفيد منها ونتعلم منها في إدارة حل الصراعات والنزاعات الموجودة داخل المجتمع الفلسطيني وداخل المجتمع المحيط فيه كجمعية وكمؤسسة شباب المستقبل. هناك صقل لمفهوم النزاع والحوار والمفاوضات والمشاكل، إيجاد حلول، تحقيق نجاحات مهمة في مجتمعنا الفلسطيني، من حيث يبدأ من بالمجتمع الصغير وهي الأسرة، ثم إلى المدرسة، المؤسسات المجتمعية المدنية الأخرى، من أجل التصالح والتسامح، من أجل تحقيق الأمن والسلام في مجتمعنا الفلسطيني.